تضيف حضرتك من الساحات نعم نعم على نعم الركابي. وين كنت تستضيف؟ نعم نعم عمرها بحياتها ما فايت الاستوديو، مكانك طبعا نص انا الساحة قبل ومجمهرين دائر مداير الناس. قبل ساعة قبل لا اجي للاستديو بساعة اتصل بي النائب داود العيدان، انه النائب امتداد هددني انه فقط لان اني انه نزلت بوست على صفحتي الشخصيه. وما تشارنا صاروا يهددون، وكانوا الاطار يهددون. لا مو تشارنا، نواب تشارنا يهددون. مو تشارنا سابقه هاي، ذولا مو تشارنا، ذولا اليوم ذولا اليوم نواب الاحزاب، نواب الاطار، موفرين لهم حمايه وموفرين لهم مقرات اصواتهم منين؟ احمد جيوش احمد احسن النول علينا، اصواتهم منين ذولا؟ نواب محسن الاصوات نواب منين جابوها؟ منين جابوها الاصوات اللي وصلتهم لقبه البرلمان؟ للاسف 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 انخدعوا بيهم، انخدعوا بيهم بعض التشرينيين. مو ذنب الاطار بي ولا ذنب التيار بي. دماء تشرين ست سحار صعدوا بدماء تشرين وراحوا لقبة البرلمان وقدموا الطاعة والولاء. زين خلينا نرجع لهم امتداد. شلون هددك؟ هددني والله هددني، حتى تسجيل مكالمة عندي على شنو؟ على التليفون، وراح باكر اقيم عليه دعوة وراح اقاضيه عشائريا وقانونيا. على شنو هددك؟ يقول لي شلون تنشر شو اسمه تنشر منشور عليه بالفيسبوك، يركض ورا العالم يا اهل يعلق يا اهل ينشر، يهددون ويشتكون. ذولا اللي يتسمونهم تشارنا ابد مو تشرينيين، ذولا هم مو اكثر من متسلقين. واني اوجه رساله اقول له داوود اللي مشغلينك هسه والموفرين لك حمايه ما خفت منهم، وكشفت مشاريع ودمرت مشاريع وتهددت من قادتك اللي مشترينك هسه وحاطين لك مصفحه وحاطين لك مقر. مو هسه انت تخوفني، لا مجلس النواب تعطى لي اي نعم تصور تخوفني وانا وانت انت يقول لي ما تدخل الناصريه واسوي ما اسوي واجيبك بوجامه يعيرني انه شلون ما اخذوني للحنانه مكتف. شرف الي انه اني اتكتف وياخذوني يم سياسيين وياخذون، ما رحت برجلي وساومت ياخذوني مكتف وما ساومت. ومن طلعت حكيت وبقيت حافظت على خطابه، ولا دورت سلطه ولا دورت مال ولا دورت مقاعد مثلك ومثل امثالك ابدا. ما تخوفني، هذول نواب اللي يتسمونهم تشرينيين ابدا، ذولي مو اكثر من متسلقين، مو اكثر من تجار دم، مو اكثر من متعطشين للسلطه والمال. لا تتهمنا احنا نسميهم تشرينيين، ولا تقدر تتهم الاطار بانهم يتعاملون معهم كتشرينيين. هم بالتالي اجوا من رحم الاحتجاجات، وصلوا باصواتكم. نعم نعم نعم، وصلوا باصواتنا وبدمائنا وقلبوا مواقفهم، دوروا مصالحهم الشخصيه عليكم. هذا منكم منهم، انتم اللي وصلتوا، ماكو انتخابات جايه يسحبوا البساط منهم. نعم نعم نعم، اللي وصلوهم تشرينيين، وبالمرحله القادمه ماكو شيء اسمه امتداد ولاكو شيء اسمه داود، وحسابكم راح يكون احسر بكثير من حساب الميليشيات والقتله.